معكم احمد القرقوري، المندوب الجهوي للصناعه التقليديه بالقصرين. اليوم باش نحكيه على الاتفاقيه اللي صارت بيننا وبين منتدى الشباب للثقافه والمواطنه. هي اتفاقيه انت حرصنا انه تكون موجوده مع الاخوين هذوما في اطار تاهيل ورعايه وتطوير الكفاءات نتاع المرأة الريفيه، اللي هو احنا اغلب الحرفيات في قطاعات الصناعه التقليديه بالقصرين يندرجوا تحت المسمى هذا اللي هي المراه الريفيه. حاولنا باش نلقاو صيغه في تكوينهم في برشا مواضيع بخلاف حتى الصناعه التقليديه، هي خاطر يلزمهم رعايه. كيفاش نفسرها لك؟ التكوين يكون في طرق التواصل وطرق العيش بصفة عامة باش تنجم تواكب العصر في المنظومة نتاع الفونت نتاع البيع والشراء، خاطر هي ممكن تو الكاتيجوري نتاع العباد اللي تشري لي برودوي ولات تستحق شوية نيغوسياسيون، تستحق شوية بلاغه في التواصل. ومع هذا يلزمنا نخلقوا لهم زاد دي سورس باش يسوقوا فيهم، اللي هو اترافير الشراكات اللي يصير ما بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والجمعيات، نجموا نفتحوا افاق اكثر اللي تعاوننا باش نوصلوا انه نسوقوا المنتوجات نتاع الحرفيين هذوما. نجموا زاد نطوروا من الكفاءات نتاعهم، معناتها نلقاو دي سورس كيفاش نعملوا لهم تكوين. صحيح احنا عندنا مؤطرين تبارك الله، معناتها قاعدين يقوموا بالواجب نتاعهم وقاعدين يأطروا في الحرفيات، لكن مش تعرفوا المنطقه زاخره بالحرفيين وخاصه في المناطق الريفيه. هذاك علاش كي نلقاو احنا شكون يتعاون معانا في المجال هذا نفرحوا برشا. عودة على الاتفاقية هذه، في شنو تتمثل بالضبط؟ الاتفاقية كيفاش هذه باش يتم الإحاطة بالمرأة الريفية؟ هي باش يتم الإحاطة بالتكوين، يعني عندنا دورات تكوينية باش تصير في المواطنة، في الكوميونيكاسيون، في التواصل، في بعض لي فورماسيون تكنيك اللي هما باش يعاونوهم انهم يطوروا من المنتوج، من الكوتي فينيسيون، من الكوتي جمالية، خلق منتوجات جديدة باش يخلق لهم سورس للتعاون ما بين الاختصاصات، على خاطر احنا عندنا المرأة الريفية في الحلفة صحيح بصفة كبيرة هي والزربية، لكن عندنا منتوجات أخرى اللي نجم يصير هيك المزيج. انا نجم نلقاو عباد، خاطر الجمعيه هذه عملت ديجا اتوليي في الحين القهوه، ينجم يكون لومبلاج من الحلفه، معناتها نجم نلقاو دي سورس تصير هيك عباره المزج ما بين زوز اختصاصات باش نخلقوا برودوي متكامل، برودوي التسويق نتاعو يكون سهل، كي يبدا امبلاج ارتيزانال وبيو مع برودوي بيو ينجموا يكملوا بعضهم ويعطيونا سوق باهيه باش نبيعوا البرودوي نتاعنا بالاسعار اللي زاد اللي يستحقها، ما يقعدش البرودوي ديما قيمته متواضعه. تم تحديدهم النساء باش يندفعوا في لا، مازلنا احنا تو مازلنا كي صحنا الاتفاقيه، احنا عملنا دوره سابقه تجريبيه قبل ما نصحوا الاتفاقيه، قلنا نجربوا، جربنا وبدات السيليكسيون تصير بابا. احنا تو سيليكسيون باش تكون ما بين الاخرين المؤطرات، على خاطر هما عندهم كونتاكت اكثر مع الحرفيين، وما بين الاخيين من المنتدى وتحت اشرافنا احنا كمندوبيه، باش تكون معناتها لجنه صغيره نحاولوا نسيليكسيونيو الحرفيات اللي راو فيهم الجديه واللي راو فيهم الرغبه باش يطوروا من ارواحهم، خاطر راهو تطوير الذات قبل تطوير المنتوج. ومن غادي كان نبداو الرحله نتاعنا في انه نكونوهم كيفاش ينجموا يخلقوا منتوج جديد، منتوج قابل للتسويق، على خاطر تو الدنيا تبدلت والمشتري زاد ولا يبحث على الفينيسيون، يبحث على حاجه جديده وماذا به، وتوندونس نتاع بيرسوناليزي هذاك، نحب حاجه وحدي ونحب حاجه نادره زاد كيف كثرت. ان شاء الله
يد في اليد احنا والمجموعه بتاع المنتدى نجموا نخلقوا سورس، هما البيوت نتاعهم في الاخر يعملوا شركه ولا يعملوا مجمع اللي يسوق المنتوجات نتاع الحرفيات اللي باش يندرجوا تحت المشروع هذايا. بالطبيعه باش يكون تحت اشرافهم، لكن زاد عندنا احنا اشراف باش يكون معاهم، لازمنا نتبعوا الحرفيين نتاعنا ديما فين ما يمشيوا، في اي بلاصه يكون عندهم فيها عمل ديما نحاولوا نحطوا عينينا باش نحرصوا على مصلحتهم. هذاك اهم حاجه انا بالنسبه لي، اي حاجه تعطينا بلوس للحرفي يلزمنا نكونوا نسعى وراها ونشدوا فيها بيدينا وساقينا. راهو الحرفي مستحق برشا اتفاقيات كيما هذه، مش اتفاقية واحدة. أي إنسان ينجم يعاوننا وإلا ينجم يعاون الحرفي، يدينا محلولة باش نقدمه معاه ونعطيوه الماكس باش ينجم يفيدنا الحرفيين هذول.